تعتبر القطايف من الحلويات الشعبية المشهورة والمحببة في شهر رمضان المبارك بعد وجبة الأفطار لما تحتوي من فوائد غذائية. أكلة مشهورة وأكلة قديمة يعني وأكلة شعبية، وبشهر رمضان كنا دائما يعني نمتاز بهالأكلات هي اللي هي القطايف، وكنا نحشيها يعني نحشيها بالشمندور ونحشيها بالقشطة العربية، وبرمضان تنطلب هاي الأكلة كتير يعني للصائمين بيحبوا هالأكلة بيرغبوا لها، يعني هي أكلة شعبية وتراث يعني فينا نقول كمان يعني، وأكلة طيبة وقديمة كتير يعني، ونحن بنختصها بشهر رمضان للصائمين وللناس بشكل عام يعني. هي عبارة عن طحين ومي فاتر وبنعجن ومنريح شوية العجين، وبعدين نشتغلها وبنعمل قطايف قياس كبيرة اللي بنسميها سيالة، وقطيفة صغيرة وسط وعصافيرة. وتتعدد أشكال القطايف لتضمها عدة أصناف مختلفة كالعصافير والسيالة والقطايف المقلية، حيث يتم تقديمها وتزيينها بطرق مختلفة ومتنوعة. للأخبارية السورية محي الدين فهد.